أهلا بكم من جديد. يعني يمكن في الفترة الأخيرة كان في عدد من الحوادث القاسية جدا، مش بس لطبيعة الحادثة نفسها لكن كمان الضحايا للأسف بيكونوا من أسرة واحدة. في حوادث كثيرة مرت علينا الأيام اللي فاتت راحت فيها أسر كاملة. النهاردة حادثة جديدة، يمكن الشقيقين أو شقيقان لقوا مصرعهما وأصيبت أيضا والدتهم في حادث انقلاب سيارة ملاكي في الطريق الصحراوي الغربي بعد يعني كمين حوالي 7 كيلو اتجاه القاهرة. ويمكن للأسف طبعا تم نقلهم للمشفى. التفاصيل بتقول إن اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف تلقى طبعا إخطار من شرطة النجدة بيفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي في الطريق الصحراوي الغربي طبعا بعد كمين سمسطة بحوالي 7 كيلو اتجاه القاهرة بدائرة مركز سمسطة. يمكن وجه على الفور بسرعة نقلهم للمستشفى وانتقلت سيارات الإسعاف لهذا المكان وتبين وفاة الشقيقين، الأول بيبلغ من العمر 22 سنة ويعني الاثنين تقريبا نفس العمر، عبد الرحمن ووائل رحمة الله عليهم. تم إيداعهم في مشرحة المستشفى وتحت تصرف النيابة العامة أيضا. أما والدتهم فاطمة جمال عبد الحميد عمرها 45 عام مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج وتم إيداعها بقسم الاستقبال لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية. طبعا رحمة الله يعني على المتوفين ويعني شفى الله الأم وعافاها، وطبعا يعني ربنا يصبر الأسرة على فقدان الشباب دول رحمة الله عليهم توفوا في هذا الحادث. يعني زي ما كنا بنحكي يمكن الفترة الأخيرة النوع ده من الحوادث للأسف كان حصل كثير منه، منها الفتى الأشهر قصر كفر الشيخ واللي توفي فيها المعلم وزوجته ونجله ووالدته في حادث كان قاسي جدا على طريق الدولة في كفر الشيخ. يعني أسرة كانت بتقضي العيد بتقضي الأجازة في تحديدا في بلطيم ويمكن تحولت فرحة العيد لأحزان قاسية جدا على أهل الأسرة دي، ويمكن يمكن ربنا يرحمهم جميعا. لكن لما بتكون مش بس شخص واحد بس تم فقده من الأسرة، أكتر من شخص بتبقى أقصى بكتير. يمكن حادثة تانية وتفاصيلها أليمة أرضا يمكن كانت الأشهر أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفترة الأخيرة، حادث الأطباء الأشقاء الثلاثة أكيد حضراتكم سمعتوا عنهم من دمياط. استيقظوا أهل دمياط استيقظوا على خبر حزين جدا بعد وفاة 3 أشقاء في كلية الطب والصيدلة من أبناء قرية أم الرزق وهي تابعة لمركز كفر سعد في دمياط. حادث انقلاب سيارة ملاكي أيضا ناحية إحدى الترع في طريق الإسماعيلية العريش. يمكن محافظة دمياط كلها كانت يعني متوشحة بالسواد بخبر طبعا وفاة هؤلاء الأطباء. سيارتهم سقطت في إحدى الترع في الأمطرة التابعة لمحافظة الإسماعيلية. ويمكن أواخر الشهر الماضي كمان كان في حادث صعب جدا ل5 طلاب أصدقاء كانوا ضحايا حادث تصادم في الطريق الدولي الساحلي طريق رشيد كفر الشيخ، أيضا أسفر عن وفاتهم وهم كانوا طلاب في الأكاديمية البحرية رحمة الله عليهم. وكان يعني هم كانوا كلهم في طريقهم للإسكندرية، الكلية بتاعتهم في إسكندرية والسيارة يعني الخاصة بالطلبة اللي كانوا فيها اصطدمت بسيارة تريلا كبيرة واصطدمت يعني أيضا بعد هذا الصدام بحاجز خرساني آخر. وكان ده قريب جدا من كمين رشيد قبل كوبري زكريا بنطاق مركز مدوس. طيب رحمة الله عليهم جميعا، مستاذكم تدعو لهم يعني ربنا يصبر ذويهم ويعني أكيد الفراق صعب جدا إن شاء الله في الجنة ونعيمها. شكرا لمتابعة حضراتكم. سلم الله الجميع بإذن الله، ربنا يسلم كل المتفرجين ونشوفكم دايما على خير. شكرا لمتابعة، إلى اللقاء.